شركة مصفاة الخرطوم، كرتوم ريفاينري كومباني. بنطلب من السيد سفيان يعرفنا أول حاجة بنفسه، ويلتزم لنا بالزمن اللي هو 15 دقيقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سفيان عبد الرازق محمد عثمان، أعمل بشركة مصفاة الخرطوم. شركة مصفاة الخرطوم عملت في الشركة من يعني أول تخرج لي حتى الآن، ودرست الماجستير أو عملت الماجستير في ريسايكلينج أوف ويست ووتر، بالتحديد برضه في المنطقة في الاندستريال ارياس، وكان الكيس ستدي في الخرطوم ريفاينري. الدراسة اللي احنا بصددها هي بشكل يعني بتوضح الإشكال الرئيسي في منطقة قري اللي بدأ يظهر مؤخرا، في إنه الاتجاه العام للمنطقة أصبح انت اتجاه صناعي، او الناس هجرت الزراعه بشقيها الحيواني والنباتي واتجهت الى الصناعه. من جنرال منطقه قري طبعا هي منطقه بتقع شمال الخرطوم في منطقه الخرطوم بحري، وتبعد حوالي 80 كيلومتر من الخرطوم او من سنتر الخرطوم. الشكل العام في الجيوغرافي بتاعها هي منطقه فلات، لكن فيها بعض الجبال اللي هي في منطقه السبالوغا، والمنطقه تميل من الناحيه الشرقيه الى حوض النيل من الناحيه الغربيه. الجغرافيا بتاعتها انها فيها الجغرافيا النباتيه انها فيها كميه من النباتات المختلفه، بالذات مجموعه الاكاشيا او ومجموعه مجموعه الاكاشيا بقسميها ممكن تكون او بكم قسم، لكن الواضح ان هم قسمين اللي هي الاكاشيا سيال والاكاشيا سنغال. ده يورينا انه هي المنطقه عموما منطقه يعني شبه صحراويه، هي تقع في المنطقه السيمي ديزرت اللي هي طبعا مناخ حار جاف في الصيف، وبرضه جاف الى حد بارد وجاف الى حد ما في فتره الشتاء. طيب طيب بي 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 بشكل عام او الاشكال العام في المنطقه زي ما قلنا هو الهجره الكبيره جدا جدا للمجال الزراعي والاتجاه للمجال الصناعي. هذا الاشكال يعني خلق نوع من النقص او الديكريس في النقص الغذائي بشكل عام. هي مشكله يمكن الناس ماشيه متطوره، بدل ما كان الانسان في منطقة قري منتج زراعي أصبح الآن مستهلك. في الماضي كانت المنطقة بتمد حتى الخرطوم بالفواكه والخضروات بكل أنواعها والإنتاج الحيواني يعني الإنتاج الزراعي بشكل عام. للأسف الآن اتجهت لأنها تبقى في هجرة كبيرة جدا جدا. طيب الإشكالات دي نتجت من وين؟ زي ما قلنا بشكل عام انه الاشكال الرئيسي انه المنطقه حتى الاراضي الزراعيه الخصبه بسيطه ما كبيره. ليه؟ لانها فيها مجموعه من الجبال والصخور. دي واحده من الاشكالات. الاشكال الثاني انه التمدد الصناعي. الاشكال الثالث انه الاسعار التشجيعيه للدوله بما يخص المنتج من الخضروات او المنتج من الانتاج الزراعي بالشقين الحيواني والنباتي، الاسعار كانت ما مشجعه ان هم يشتروا منهم المنتج. يعني المزارع بيصرف اعلى مما يتلغى.
ده الإشكال الثاني. طيب عملنا مسح في المنطقة، مسح شامل في المنطقة، وعشان ما نتعرف على رأي المزارعين عملنا كوشنير، اتضح انه عدد كبير جدا جدا من المواطنين ما دارين يرجعوا او يتجهوا للزراعة. بيقولوا انه الانكم بتاعه بسيط جدا، وبياخذ لونج تيرم في انه يعني عشان يقوم عايد بالشكل، لذلك اتجهوا للمصانع الموجوده في 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 في, في المنطقه. الشيء الاخر انه في زمان يعني كانوا زي ما قلنا كانوا بيمدوا الخرطوم بالخضروات والفواكه اللي كانت يعني منتجه بشكل كبير جدا جدا، بالذات يمكن البصل والبطاطس، فكانت بتمد الخرطوم بمنتجات كبيره جدا جدا. الان زي ما قلنا انه الاسعار التشجيعيه اللي بيجيهم من الحكومه بقت ضعيفه. الاشكال الثالث انه بعد المسافه ورداءة الطرق، برضه بيقول انه المسافه بعيده جدا جدا، والطريق ممكن ما يعني بيتيح لهم منه ينتجوا بشكل كويس او يوصلوا منتجاتهم الى السوق المحلي بشكل جيد. الاشكال الرابع انه كانت في جمعيه تعاونيه في المنطقه بتدي المزارعين العمليه الارشاديه بشكل كبير. الان اصبحت الجمعيه بتأدي الدور اللي كانت منوط به. ده طبعا هي الجمعيه شالت عبء من الحكومه او لضعف الاداء في الوقت ذاك، الاداء الارشادي، فإن الجمعيه هي تولت المساله الارشاديه. لكن بعد يعني في 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 واحده من او في فتره من الفترات المساله دي بقت يعني ما موجوده، بالتالي الوعي بتاع الزراعه والوعي بتاع التسميد بشكل يعني خاص بقى عندهم ضعيف. فالاراضي تحولت من اراضي يعني ممكن منتجه الى اراضي يعني فقيره، ما بتادي الانتاجيه اللي كانت يعني في الفتره اللي فاتت موجوده. طيب ايوه طيب السولوشن طوال ما في حاجه. طيب الحلول ممكن تكون حلول بسيطه، انه الناس في المنطقه السيرفي يا اخوانا العمل في ست غرة، عملنا سيرفي في ست غرة عشان نعرف رايهم شنو. الغرة قسمناها الى غرة حسب التوزيع الجغرافي، غرة في قريبه من النيل اللي هي شويه يمكن اراضيها تكون اراضي خصبه، وغرة بعيده من النيل شويه من الناحيه الشرقيه اللي هو خطينا طريق التحدي هو التقسيم الجغرافي. فالناحية الشرقية ممكن شوية جافة، والناحية الغربية اللي هي بتقع بين التحدي والنيل يمكن شوية الأراضي كانت خصبة. فبيقول الحلول في إنه كل المنطقة تتجمع في مشروع زراعي واحد، على أساس إنه المزارعين يعني يلقوا الاهتمام الكافي من الناحية الإرشادية، ده واحد. نمرة اثنين، يمكن المنطقة لما تكون محددة في إنك يعني منطقة واحدة يعني ممكن الناس تصليها، يعني المدخلات بتاعت الزراعة تصليها بسهولة، الإنتاج ممكن يطلع من الحتة بسهولة. ده برضو بيوري إنه يعني التوجه الرأسي، التوجه الأفقي بقى ما مجدي، لأنه زي ما قلنا الأراضي أصبحت أغلبيتها فقيرة. ثانيا إنه إحنا الحكومة تدي أشعار تشجيعية يعني محفزة لإنه الناس تنتج بصورة كبيرة، إضافة لإنه الاهتمام بالمزلة بتاعت الأسر المنتجة، بمعنى إنه نملك الأسر مشاريع صغيرة بحيث إنه يعني هي تنتج للكفاية الذاتية. اول ما تكون في كفايه ذاتيه معناها هيكون اذا كان يتعمل مشروع اخر مشروع اكبر، المشروع الاخر ممكن يدينا انتاج ليغطي كل الولايه. لكن بالشكل الحالي التمدد
السيء لعدم وجود زراعه بشكل جيد غادي يغطي كل الولايه. صراحه هي المشكله ما احنا اخذنا منطقه قري كسامبل، لكن واضح ان هي المشكله يمكن السودان كله يمكن بعد شويه حيعاني منها، اللي هو تمدد المدن على المناطق الزراعيه، وفي نفس الوقت التمدد الصناعي، وزي ما قلنا المشكله ان جنرال الانكم بسيط من الزراعه في 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 بشكل عام يعني. لكن في منطقه قري اصبحت الاشكال واضح، بمعنى انه الكلتشر بتاعت الناس الساكنه اتحولت من كلتشر زراعيه بشكل عام الى كلتشر الصناعيه، او هجرت النادي بقى الواحد شغال رزق اليوم باليوم. شكرا جزيلا. بنحلم بفضاء اوسع، بنحلم بزمن اجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء اوسع، بنحلم بزمن اجمل.